طب انا استاذنك استاذ طارق، في معانا زميلي العزيز محمود جميل، هنتابعه كده وهو موجود دلوقتي على الممشى. محمود عندك ايه؟ احكي لنا وورينا وعاوزين نشوف، ابهرنا يا محمود. مساء الخير يا يوسف، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة. بنرحب بيكم من العالم عالمين، من مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة المشاهد النهاردة كلها جميلة ومفرحة وكلها أجواء حماسية، خاصة اللي حصل طبعا في ماتش الأهلي والزمالك اللي انتهى طبعا بأربع أهداف مقابل هدف للنادي الأهلي. والحقيقة دي كانت من يعني نقدر نقول حلويات المهرجان النهاردة، إن هو مش بس قدم فعاليات في أول يوم ليه، كانت فعاليات مهمة طبعا، لكن قدم كمان خدمة مهمة لكل الجماهير إن هم يقدروا يتفرجوا على ماتش الأهلي والزمالك من خلال يعني نقدر نقول استاد كان مجهز بالكامل في أحد الشواطئ في مدينة العالمين الجديدة. والحقيقة كان في يعني تجهيز للمدرجات اللي كانت بتسع ل 2000 متفرج، والحقيقة كان في عدد كبير مهتم، وكانت الأجواء ما بين حماس والفرحة، أجواء حماسية وأجواء مفرحة جدا لكل الجماهير الموجودة. أجواء حماسية طبعا لأن المباراة كانت مهمة، والحقيقة كان فرص كبيرة بين الفريقين، وكان كمان يعني الأجواء كان كلها تشجيع من النادي الأهلي أو مشجعي النادي الأهلي والنادي الزمالك. وكمان كانت بتكمل الفرحة بقى ومظاهر متعددة، لأن المكان اللي كان موجود فيه التشجيع والمباراة مكان جميل جدا يا يوسف. تخيل كده إن المكان عفوا إن المكان موجود ما بين الأبراج مدينة العالمين وما بين شاطئ البحر المتوسط اللي بتتميز به مدينة العالمين الجديدة، مع الطقس الجميل وحالة الجو طبعا الممتعة اللي كانت موجودة في مدينة العالمين. فبالتالي كانت أجواء كلها يعني فرحة كده باللي بيحصل في مدينة العالمين، وكمان كانت فرحة لجمهور النادي الأهلي بعد التتويج بالفوز، وكمان قبلها كان التتويج ببطولة النادي الأهلي. فالحقيقة كان في أجواء حلوة جدا النهاردة، والناس كانت مبسوطة. حتى لما كنا بنتكلم مع الناس اللي كانت موجودة كلهم مبهورين بالمعجزة اللي حصلت في مدينة العالمين الجديدة، ان المدينة اللي كانت صحراء جرداء دلوقتي اتحولت ان بقى عندنا ممشى سياحي، الناس بيقدروا يتمتعوا بيه بكل الخدمات الترفيهية اللي موجودة على الممشى السياحي ده، غير كمان المنطقة الترفيهية وكمان الشاطئ اللي بيكون عليه الفعاليات لمهرجان العالمين الجديدة. فبالتالي اصبح ان الناس هنا مبسوطة جدا بكل اللي بيحصل في مدينة العالمين، بل كمان بيطلبوا من الدولة ومن القيادة السياسية ان هم يكملوا في تطوير العالمين، علشان كمان نستضيف بطولات اكتر ونستضيف كمان زائرين اكتر خلال الفتره اللي جايه. فالحقيقه اللي بيحصل في مدينه العالمين معجزه كبيره جدا، كل الاماكن هنا اتجهزت لاستقبال كل الفعاليات، وخاصه طبعا الاجواء اللي كانت موجوده في مباراه النادي الاهلي والنادي الزمالك، واللي طبعا انتهت يعني عايز اقول لك ان الاثنين كانوا فرحانين، جماهير الاهلي وجماهير الزمالك. الجماهير الاهلي كانت فرحانه بالفوز، وجماهير الزمالك برضو كانوا كلهم فرحانين بالأجواء اللي موجودة في مدينة العالمين. فالحقيقة نقدر نقول إن مهرجان العالمين الجديدة خطوة مهمة وانطلاقة قوية جدا، إن هي تضع مدينة العالمين على خارطة المدن السياحية العالمية. دي كانت الصورة النهاردة، وبرجع لك مرة تانية يوسف. طيب احنا لسه مع حضراتكم على الهوا من العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة 2023 في دورته الأولى.